صالحونا هذا اليوم على الساعة 17:45 دقيقة من أجل إنقاذ عملية إنقاذ شخص محصور داخل مصعد لعمارة تكون من 6 طوابق. إذن الضحية كانت محصورة ما بين المصعد والجدار أو الممر الخاص بالمصعد. إذن الضحية توفيت. العملية ما بين 30 إلى 40 دقيقة فيما يخص التدخل كان ناجح والإمكانيات مصالح الأمنية كانت في عين المكان. إذن الضحية توفيت على المكان ونقلت طبعا إلى المستشفى. شكرا.